ده هنا نتكلم على بقى يعني الجزء اللي فات كان نتكلم على التايب سيجنال، هنا نتكلم على الفوريير ريبريزنتيشن بتاع السيجنال. هو عامة يعني الفوريير ريبريزنتيشن ده بنستفيد منه في ايه، ولا هو عبارة عن ايه؟ حد يعرف يقول؟ اللي هو جزء يعني ماثيماتيكال كده بناخده وخلاص. طيب عامة هو الفوريير ريبريزنتيشن ماشي، هو another representation للسيجنال زي التايم دومين ريبريزنتيشن بالظبط، بس بدل ما نكتب السيجنال كفانكشن في التايم خلاص بنكتبها كفانكشن في ال كفانكشن في الفريكونسي. ف خلينا بدل ما نكتب عشان ما نتلخبطوش ما بين الاف دي والاف دي، بدل ما نقول اكس اوف تي هنقول كابيتال اكس، مش عارف انتوا بقى خدتوها اوف جي اوميجا ولا كابيتال اكس اوف ام في كورس السيجنال، خدتوها اني شكل جي اوميجا كابيتال اكس اوف جي اوميجا ماشي. بعد كده احنا هنتعامل معاها ك اكس اوف اف، طبعا الفرق بينهم هو سكيلينج يعني 2 باي وكده، انتوا عارفين التايم سكيلينج والفريكوانسي سكيلينج، فهي عباره عن سكيل بس، مش لكن شكل السيجنال هيبقى هو. فلو عندي اكس اوف تي اقدر اجيب اكس اوف جي اوميجا والعكس اهو. لو انا عندي يعني الدبل ارو ده معناها ان for every x of t there is one and only one x of j omega and for every x of j omega there is one and only one x of t، فده كده under Fourier transform. الترانسفورميشن عامة يعني Fourier transform ده واحد من عدد من الترانسفورميشنز من ضمنها لابلاس ترانسفورم وزد ترانسفورم وغيره غيرهم يعني. الترانسفورميشن عامة ليه فائدتين. أول فائدة للترانسفورميشن إن خلي بالك الترانسفورميشن هو another representation، يعني هو ما بيتغيرش في حاجة يعني، ولكن هو another representation لنفس السيجنال خلاص. فبالتالي هو ليه فائدة من الاتنين، لا إما إن هو بيسمبليفاي كومبلكس ماثيماتيكال بروبلم، يعني ممكن زي انتوا اكيد حليتوا differential equation using Laplace صح؟ حليتوا differential equation using Laplace صح؟ يا دكتور عمل ايه Laplace؟ لما عشان استخدمته ان انت تحل differential equation، حولت ال differential equation ل algebraic equation فكانت تعمل معاها اسهل خلاص. فهو بيسمبليفاي complex mathematical problem، دي فايده. والفايده الثانيه ان هو يبروفايد physical meaning. الصراحه Fourier transform بالنسبه لنا احنا في الفايدتين، فايده ان هو بيسمبليفاي complex mathematical problem يعني ممكن يحل بيه differential equations وغيرها، وممكن ان احنا نستفيد بيه ككونسبت، ان كلمه فورير دي كلمه فريكونسي دي كونسبت مهمه عندنا جدا. يعني احنا في المحاضره الاولى اتكلمنا على الالكتريستي بتاعه البيوت، قلنا ان هي كم الفريكونسي بتاعها قد ايه؟ 50 50 هرتز. فبالتالي انا كده بتكلم على فريكونسي دومين خلاص، فممكن اريبريزنت السيجنال دي في فريكونسي دومين خلاص، اكس اكس في اوميجا او اكس في اوف اف يعني. في الكوميونيكيشن سيستمز بنتعامل معاها فين؟ بنتعامل معاها برضك في الكوميونيكيشن سيستم كتير.
يعني انت مثلا لما يعني بتيجي تسمع مثلا راديو على اي تشانل مثلا كومن، يعني اللي هو مثلا تسمعه عن تشانل مثلا اسمها 100.6 اللي هي 100.6، 100.6 دي بالميجا، ميجا هرتز دي اف ام تشانل، 100.6 ده فريكونسي، ده الفريكونسي بتاع الكارير اللي هو السيجنال اللي بيروح عليه. فبالتالي بتوع الكمبيوتر برضك بيستخدموه. طبعا احنا اتكلمنا على الكلوك في برضك في المحاضره الاولى، الكلوك دي ليها فريكونسي ريبريزنتيشن، ومنه بتشوف البرفورمانس بتاع الباص مثلا ما بين البروسيسور والميموري او وات ايفر. يعني عشان اقدر زي انا برضك شرحت لكم دي المحاضره مش اللي فاتت النهارده اللي قبل كده، ان انت مع ان الديستنس صغيره مع الفريكونسي الكبير ممكن يحصل ديستورشن. فانت الكلوك بتاعت الكمبيوتر مش بيزودها arbitrary، يعني محكوم بالكومبوننتس والدايمنشن بتاعتها والكواليتي والحاجات دي كلها. وبالتالي هنا ده الفورير سيريز وفورير ترانسفورم اللي احنا هنركز عليهم، ان هو بيدي فيزيكال مينينج بنستخدمه اللي هو كلمه فريكونسي يعني ايه، وبرضه بيسمبليفاي كومبلكس ماثيماتيكال بروبلمز. طيب الفورير انا عمال اقول فورير سيريز او فورير ترانسفورم، في الحقيقه هو في اربعه مش اتنين، اللي هم على حسب اللي هم دول على حسب السيجنال اللي عندي في التايم. خلي بالك السيجنال اللي عندي في التايم اهو، السيجنال اللي عندي في التايم بيريودك ولا نون بيريودك وكونتينوس او ديسكريت. خلاص فبالتالي لو عندي السيجنال اهي بيريودك وكونتينوس، دي فورير سيريز اللي احنا اول حاجه انتوا خدتوها فورير سيريز. لو عندي كونتينوس ونون بيريودك دي فورير ترانسفورم. خلاص لو هي ديسكريت ممكن اجيب لها ديسكريت تايم فورير سيريز، وممكن اجيب لها ديسكريت تايم فورير ترانسفورم. احنا في الكورس هنا مش هنركز على الديسكريت، فبالتالي يبقى احنا بنتكلم مني على فورير سيريز وفورير ترانسفورم. خلاص انا عايز بس اديكم يعني الكونسيبت بتاع فورير سيريز ايه هو، وبالتالي يعني عشان بس نبقى فاهمين احنا يعني بنستخدمه ليه. فانا فورير سيريز هو فورير سيريز اول فورم خدتها فورير سيريز، يعني هو فورير سيريز ليه كذا فورم، فدي فورم 1. اول فورم كنت قلته اكس اوف تي ايكوالز اي نوت بلس السم بتاع ايه، السم بتاع اي كي كوزاين اوميجا كي اوميجا نوت تي كي اوميجا نوت تي بلس بي كي ساين كي اوميجا نوت تي. ايه الاوميجا نوت تي دي؟ عباره عن فورير سيريز. هنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على بيريودك سيجنال، بيريودك سيجنال اكس اوف تي with angular with frequency f نوت و اوميجا نوت. الاوميجا طبعا 2 باي اف، اوميجا نوت ايكوال 2 باي اف 2 باي اف نوت. خلاص فهي سيجنال لها شكل معين اهو مثلا كده اهو، وبيريودك من ماينس انفينيتي لانفينيتي. قبل ما اتكلم على دي ارجع في انا بس محتاج السلايد هنا هديك بس فكره. كان في اكسبانشن كده اسمه تيلور اكسبانشن، فاكرين تيلور اكسبانشن؟ expansion
فاكرين تيرور اكسبانشن؟ كان بيقول ان اي سيجنال اكس اوف تي ممكن كان بي ريبريزنتد ب اي نوت بلس اي 1 اكس اي 1 تي بلس اي 2 تي سكوير بلس اي 3 تي كيوب بلس وهكذا. فاكرين الكلام ده؟ مش مهندسين انتوا معايا ولا لا؟ مع حضرتك يا دكتور عطرة. طيب تيرو الاكسبانشن ده كان خدتوه ولا لا؟ خدناه بس من سنة مثلا ولا حاجة. طيب ده فايدته ايه؟ ان احنا مثلا بنفك المعادلة أكتر من ترم، ف مش عارف بصراحة. طيب هو اللي بتستخدمه ان انت بيكون في عندك هنا كومبلكس فانكشن وبتحاول تسمبليفاي الفانكشن دي، خلاص؟ يعني ان انت لو عملت لها اكسبانشن كده هتلاقي ان الفاكتور a نوت و a1 و a2 لغايه انفينيتي ده، هتلاقي ان كل ما بتزيد بالاوردر هتلاقي الفاكتور ده قيمته بتقل، فكان بي نيجلكتد. فانت بدل ما يبقى عندك كومبلكس ايكويشن مش عارف تتعامل معاها، انت ممكن تسمبلفاي الايكويشن دي لثيرد اوردر او فورث اوردر ايكويشن وتتعامل معاها يعني كايكويشن، يعني سمبليفايد ايكويشن، وتطلع نتائج باكيورسي كويسه. وممكن تقربها لو الاي 2 والاي 3 كمان صغيرين، وممكن تقربها للينير ايكويشن. يعني انت لو خدت الجزء الاولاني ده بس كده يبقى ده لينيرايزيشن، عملت لينيرايزيشن لنون لينير فانكشن. هل الكلام ده فاليد ولا لا؟ ببساطه خالص، لو انا رسمت لك حاجه زي كده قلت لك ده 1 تي وده 1 اكس اوف تي، ماشي، ورسمت ايه ان هي ليها اي شكل، هل ممكن ان انا اجي في الـ في الـ في الـ في التايم الصغير، في خلال تايم صغير دلتا تي، اعتبر ان السيجنال دي لينير، الحته دي لينير انها ستريت لاين؟ ممكن، صح؟ صح. يعني لو انا كبرت التايم شويه، لو انا كبرت التايم هخش في الكيرف ده، يبقى انا في الحاله دي ما اقدرش ان انا لو التايم كبير ان انا اعتبرها لينير. ولكن لو انا كبرت التايم عشان اقربها ممكن اخد ايه كذا فاكتور كمان، خلاص. فده ليه فايده، ليه فوائد كتيره، يعني دي من ضمن الفوائد اللي احنا بنستخدمها في الكوميونيكيشن سيستم، وان احنا بنقربها للينير ايكويشن. طيب انتوا خدتوا الكترونيك سيركتس؟ خدتوا الكترونيك سيركتس؟ خدتوا ترانزستور؟ طيب الاوبريتنج بوينت بتاع الترانزستور بتاخدوها ازاي؟ مش انتوا الترانزستور بتعملوا بايزنج بفولتج معين وبعد كده تريبريزنت بلينير موديل؟ السمول سيجنال موديل. بالظبط. ده جاي منين؟ جاي ان انت عندك ريليشن شيب ما بين الكرنت والفولتج، اهي، وبتيجي عند قيمه معينه وبتيجي اللي هي البايزنج بوينت بتاعته، مثلا عامل بايزنج بفولتج معين، وبتيجي هنا تقول ايه؟ تقول ان هو حوالين الحته دي لينير، عشان كده الاي سي سيجنال بتبقى ايه؟ بتبقى صغيره عن البايزنج سيجنال. فبالتالي وزن التايم ده، وزن سوري دلتا في دي، ماشي، اعتبر ان الموديل لينير. لو الفولتج رينج سوينج زاد عن كده، السوينج بتاع فولتج رينج زاد عن كده،
يبقى مقدرش اعتبره لينير. خلاص، فهو بالتالي ليه فوائد كتيره. طيب بس طالما قلت ان انا اعمل اكسبانشن لازم احدد فوائده الاول واحدد ازاي اجيب القيم بتاعته. انا عندي هنا كام انون، عندي infinite unknowns عاوز اجيبهم، عندي a نوت عاوز اجيبه، a1 عاوز اجيبه، a2 وهكذا. خلاص، فبالتالي ان علشان اجيبهم فهو فكر في ان هو يتخلص من كل الفاليوز ويخلي واحده بس. فبص كده، لو انت بصيت كده هتلاقي ان انت لو حطيت t ب0 هتخلص من دول كلهم، هيبقى a نوت. يبقى الـ A نوت هي عبارة عن إيه؟ يبقى A نوت يبقى الـ A نوت هي X بالزيرو. ماشي، الـ A1 أجيبها إزاي؟ هقول لك لو بصيت كده إن أنت عاوز تتخلص من كل، فلو عملت differentiation دي هتخلص منها، ويبقى هنا عندي A1 من غير T جنبها، ويبقى هنا عندي 2 A2 و 3 A3 T سكوير، وهنا 2 A2 T، واجي احط T ب 0 هتخلص ايه؟ يعني هتخلص دي من الديفرنشيشن، وتخلصت من دول لما حطيت T ب 0، ويبقى A2 لوحدها، يبقى سوري A1 لوحدها. وبالتالي هي دي DT ال F of T بس T A equals A زين، وهكذا اكس دي اكس اي 1 و A2 اعمل ديفرنشيشن مره كمان، فهتخلص من A1 في الديفرنشيشن الثاني، ويبقى عندي A2 هي لوحدها والباقي معاهم T. فاكرين الكلام ده؟ معايا؟ معاك يا دكتور. طيب لو احنا بقى جيت هنا في فوريير ده، قلت ان انا عاوز ايه؟ اجيب الانفينيتي فاليوز دول. عندي انفينيتي فاليوز اللي هم ايه نوت ده واحد منهم، وبعد كده ايه تي من اول كي ايكوالز 1 لانفينيتي، فانا عندي اي 1 واي 2 واي 3 وهكذا، وعندي بي 1 وبي 2 وسي بي 3 وهكذا. فبالتالي عشان اجيب الكلام ده اتخلص من ايه؟ منهم كلهم ما عدا واحد بس. طيب فاكرين كنا الاي نوت كان بيجيبها ازاي؟ ها؟ حد فاكر الاي نوت؟ هي كانت الاريا؟ الاريا؟ ماشي، هو مظبوط، بس ايه خلينا نشوف الفكره جايه منين. هو دلوقتي لو انا الايكويشن اللي قدامي دي عاوز اجيب الاي نوت، معناها عاوز اتخلص من دول كلهم، الاي 1 والاي 2 هنا وهكذا، والاي والبي 1 والبي 2 والبي 3 كل الانفينيتي انونز دول. خلاص، لو انا حطيت التيب 0، لو انا حطيت التيب 0 ايه اللي هيحصل؟ الساين ساين 0 ب 0 فدول هيروحوا، لكن كوزاين 0 ب 1 فبالتالي هلاقي دول معايا. فكون ان انا احط 0 في الطرفين مش هينفع. فهو استفاد من ايه بقى؟ ان كوزاين الانتجريشن والساين الانتجريشن بتاعهم على بيريود كامل ايه؟ ب 0. فبالتالي قال لك طيب ما انا ممكن ببساطه خالص اعمل انتجريشن، اعمل انتجريشن لبوث سايدز على تي. ماشي، فيبقى عندي هنا الانتجريشن بتاع اكس اوف تي دي تي ايكوالز الانتجريشن بتاع الاي نود دي تي، والانتجريشنز اللي هنا دي هتبقى بزيرو. والانتجريشن ده هيبقى بزيرو، والانتجريشن ده هيبقى بزيرو، ده بقى بزيرو لان الانتجريشن بتاع السينسودر فانكشن على بيريود كامل بزيرو. ومن هنا طلع طبعا الانتجريشن بتاع الاي نوت
هو AT يعني الجزء ده عبارة عن AT نوت A نوت T ولا إيه، وبالتالي هيبقى الـ A نوت equals هجيب T الناحية التانية 1 over T الـ integration بتاع X of T dt على period كامل. ماشي؟ طيب عاوز بقى اجيب الانونز التانيين، عاوز اجيب A1 و A2 وهكذا و B1 و B2 وهكذا. فبرضك استفاد بايه؟ ان لو انا جيت ضربت، لو انا جيت ضربت الاكويشن دي في كوزاين، يعني بص انا هقول ان انا هجيب مثلا هركز على A2 مثلا، لو هضرب في كوزاين 2 ماشي اوميجا نوت تي وبعد كده واعمل ايه، واعمل انتجريشن، هضرب في كوزاين وبعدين اعمل انتجريشن ماشي. طيب تعالى نكتبها تحت هنا، عندي اكس اوف تي في كوزاين، خلي بالك من ايه، انا واخد 2 دي كمثال، وبعد كده هنعمل generalization ان شاء الله equals a not cosine omega not t plus sum من اول k equals 1 ل infinity ل هنا a k. بص بقى cosine k omega not t cosine 2 omega not t بلس ب ك ساين ك ساين ك اوميجا نوت تي كوزاين 2 اوميجا نوت تي ماشي. وبعد ما هضرب كده هعمل انتجريشن على تي. طبعا دي تي دي تي دي تي دي تي دي تي هتلاحظ ايه هنا بقى، هتلاحظ ان الانتجريشن ده ليه قيمة. هنحسبه الانتجريشن ده بكام معايا ولا لا؟ الانتجريشن ده بزيرو. حد معترض؟ تمام. طيب الانتجريشن ده بكام الاخير؟ ده كم انتجريشن اصلا؟ ده كم فانكشن هنا بعملها انتجريشن؟ انفينيتي من اول k equals 1 لانفينيتي. فعندك ساين اوميجا تي في كوزاين 2 اوميجا تي، ساين 2 اوميجا تي في كوزاين 2 اوميجا تي، ساين 3 اوميجا تي في كوزاين 2 اوميجا تي. فهتلاقي ان انت تملي الساين كوزاين هيديك الايه؟ السم والديفرنس، فهيديك ساين ثانيه، ساينسودال فانكشن ثانيه 2. فبالتالي الانتجريشن بتاعهم هيبقى بزيرو. اللي في النص دي بقى الانتجريشن بتاعها بكام؟ هما اولا انفينيتي برضه عند الاي 1 والاي 2 والاي 3 وهكذا. لاي فاليو للكي؟ اي فاليو لل k لما اضربها في كوزاين هيديني ايه؟ السم والديفرنس، ما عدا فاليو واحده اللي k equals 2 هيبقى عندي كوزاين سكوير. هل الكوزاين سكوير 2 اوميجا نوت تي، هل الكوزاين سكوير هيبقى الانتجريشن بتاعها بصفر؟ طبعا لا. ليه؟ يعني سكوير كلها بوزيتيف، ما الانتجريشن بزيرو ده بيجي منين؟ جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف والاثنين قد بعض. هنا دي يعني يبقى عند ال A عشان اجيب ال A2 ده لما حطيت ال ضربت في كوزاين 2 اوميجا خليت لي ان كله بزيرو ما عدا ال A2 خليتها مضروبه في كوزاين سكوير، فلما اعمل انتجريشن على بيريود كامل هيديني فاليو. خلاص؟ الفاليو بقى اللي هجيبها من الانتجريشن على بيريود كامل بكام؟ الانتجريشن بتاع كوزاين سكوير بكام؟ حد فاكر؟ افكها افكها بايه؟ بنص
واحد زائد كوزين اتنين اوميجا ده في الزاوية هتبقى هنا اربعة اوميجا نوتي ماشي. طبعا دي الكوزين اربعة اوميجا نوتي هتدي بزيرو واللي هيدي فاليو هو ايه الوحيد الوان ده. على فكرة الاكويشن دي وركزوا معايا يعني الاكويشن دي هي بسيطة بس بتحل لنا مشاكل كتيرة في الكوميونيكيشن سيستمز. ان الوان اللي بيطلع ده بيدينا ايه فاليو والكوزين يعني ده كده بايه الكوزين سكوير دي الحته دي سهله اهي بس بتحل لنا مشاكل كتير في الكوميونيكيشن سيستم وهنشوفها دلوقتي او هنشوفها خلال الترم يعني واحده منهم دلوقتي. فالمهم اللي هيطلع نص فالانتجريشن ده هيطلع ايه نص. فطبعا هيبقى هنا لما اجيب الناحيه الثانيه هيبقى باتنين وبالتالي هتبقى انا بقى مش هكتب A2 هكتب AK عشان بس يبقى generalization هتبقى 2 over T ال 2 دي اللي هي دي لما جاب الناحية التانية مضروبة في ايه في الانتجريشن بتاع اللي هو ده بقى بس بدل ما اقول 2 هخليها K يبقى X of T في كوزين كي اوميجا نوت تي دي تي ماشي. يبقى دي الثانيه وبعد كده اخر واحده بقى علشان اجيب ال الكومبوننتس الثانيه اللي هي مثلا بي 2 هضرب ايه هضرب ايه بقى هنا حد يقدر يقول عشان اجيب البي 2 اضرب في ساين بالظبط 2 اوميجا نوت تي بلس بلس انتجريشن فبالتالي هيبقى عندي هيطلع انا مش هعمل بقى الستبس دي كلها هيطلع على طول ان البي كي ايكوالز 2 اوفر تي انتجريشن بتاع اكس اوف تي ساين كي اوميجا نوت تي دي تي. ده كده ايه التلاتة equations بتوع الفورم الأولانية فورم 1 اللي انتوا خدتوها طبعا في اول ما اتكلمت على Fourier representation خدت Fourier series بالشكل ده صح ولا لا؟ ايوه تمام يا دكتور ماشي. طيب في فورم تانية بقى فورم 2 استفاد بايه بقى استفاد بان انا عندي لما يكون عندي سي كوزين اوميجا تي بلس 5 هفكها ديا بسي كوزين اوميجا تي كوزين 5 كوزين كوزين بلس ولا ماينس ساين ساين مش منسين انا بسأل جوه عشان انا مش فاكر يعني هنا بلس ولا ماينس ماينس طيب فاصبح ان انا لما يكون في عندي فيكتور اهو ممكن دون لي امبليتيود وفيس فايل ممكن ده ريال اهو وده ايماجين فهقول ان هو لي السي كوزاين ده يعني الهوريزونتال والسي ساين دي ايه الفيرت وبردك يبقى السي هي السكوير روت بتاع السكوير روت بتاع الرير والايمج في فورم 2 كل اللي عملته ان هي خدت
كل كوزاين هنا بالكورسبوندنج كل كوزاين هنا بالكورسبوندنج ساين وخليتها بدل ما هي يعني كوزاين وساين رير ايماجين او هوريزونتال وفيرتيكال فخليتها امبليتود وفيز خلاص. فالفورم الثانيه بتقول ان اكس اوف تي الفورم الثانيه بتقول ان اكس اوف تي ايكوالز سي نوت بلس الصام من اول كي ايكوالز 1 لانفينيتي لسي كي كوزاين كي اوميجا نوت تي بلس 5. فهي بدل ما يبقى الكومبوننت في كوزاين وكومبوننت في ساين بقى امبليتود ايه وفيز بحيث ان السي كي هو السكوير روت بتاع الاي كي سكوير بلس البي كي سكوير والفاي كي دي فاي كي برضه فاي كي ايكوالز ماينس 10 ماينس 1 اللي هو البي كي على الاي كي واضح. وطبعا الاي كي دي لو انت عاوز تحول من A و B ل C و 5 ولو عاوز العكس يبقى AK equals equals CK cosine 5 K اللي هو الترم ده اهو ماشي وال والBK البي كي ايكوالز سي كي ساين 5 كي ماشي اللي هو جاي من الجزء ده اللي هو جاي من الجزء ده. طيب في حد عنده اي سؤال؟ طيب في بقى فورم 3 اللي انتوا خدتوها فورم 3 اللي هي اكس اوف كي سوري اكس اوف تي اكس اوف تي ايكوالز السم من اول كي ايكوالز ماينس انفينيتي لانفينيتي ل x of k e to the power minus j k omega not t a minus or a plus a plus a plus مش minus دكتور x of t اعتقد هنا بلس ممكن لو حد عمل دبل تشيك ولقاها ماينس يقول خلاص. طيب فاصبح ان ده ايه علاقه ده فورم 3 دي بفورم 1 حد يقدر يقول وياخد درجه علاقة فورم 3 دي فورم 2 بفورم 3 هنا هل هي هي ولا دي حاجة تانية خالص؟ ها هل في علاقة ما بين دي ودي ولا لا؟ احنا شفنا ان في علاقة ما بين فورم 1 وفورم 2 اهو. هل في علاقة ما بين فورم 3 وفورم 2 يقول ياخد درجة؟ ممكن خمن الإجابة؟ اتفضل. أعتقد ليهم علاقة ببعض؟ ليه بقى؟ علشان نفس الفريكوانسي. نفس إيه؟ مش ليهم نفس الفريكوانسي اللي هي الإكس يعني إي باور جي أوميجا نفس ال ماشي مع نفس الفريكوانسي طب وبقية البارامترز يعني لا صح مش عارف كده حد يقدر يفهم يعني او يبريدكت او لو عارف يقول العلاقه بينهم
طيب ببساطة خالص، انت لو انت خدت دول، لو انت خدت الفورمة 2 دي وفكيتها بالصورة اللي هي كوزاين سي كي كوزاين كي اوميجا نوت تي بلس 5، ماشي، ايكوالز ايكوالز ايه؟ نص equal نص e to the power g omega minus plus e to the power minus g omega اللي e to the power k omega not t plus 5، ماشي، plus e to the power minus k omega not t plus 5، ماشي. وعملت بس شوية manipulation ان انت e to the power g omega t t فكيتها plus 5 فكيتها بحسب ضربهم طبعا. هنا في c k هتبص هتلاقي ان انت عندك هنا اصبح عند جالك ايه بقى؟ جالك complex variable في e to the power g omega. اهي نكتبها مرة، هتلاقي عندك سي كي اوفر 2 اي تو ذا باور جي 5 مضروب اي تو ذا باور جي كي اوميجا نوت تي بلس بلس ايه بقى؟ بلس سي كي اوفر 2 اي تو ذا باور ماينس جي 5، ده غير من الترم الثاني، مضروب في e to the power minus j k omega not t. وتاخد بقى الترم ده اهو، والترم ده هو دون عبارة عن x of k ودون x of minus k، وبدل ما يبقى عندك الصم، ركزوا معايا في الحتة دي، الصم اهو من واحد لانفينيتي هيبقى عندك اتنين اهم. فهو عمل ايه؟ خلى الصم من ماينس انفينيتي لانفينيتي، وبدل ما يقول كي وماينس كي كل مرة خلاها من ماينس انفينيتي لانفينيتي وهو اكس اوف كي، خلاص؟ انكلودنج الزيرو. ليه بقى؟ لان انت عندك النص اللي طلع ده، النص اللي طلع ده عمل ايه؟ شال الفورم الاولانية لو تفتكر اهي، A نوت كانت 1 over T وال AK وال BK كانت 2 over T، خلاص؟ فالفرق ما ينفعش يخشوا في سموير، فبالتالي النص اللي هنا ده شال ال 2 over T شالها، فبقى كله 1 over T، خلاص؟ فبالتالي هي دي ايه؟ الفورم بتاعت فورير سيريز. والانفرس فورير سيريز بقى يبقى اكس اوف كي ايكوالز كام؟ x of k هي integration بتاع 1 over t integration بتاع x of t e to the power minus j k omega not t. و حد عنده اي سؤال؟ طيب انا عندي سؤال ليكو، ايه فايدة ان انا استخدمت اكس يعني الفورم 3 دي عن فورم 2؟
حد يعرف الفرق؟ او ميزة تورم 3 عن تورم 2 او تورم 2 عن تورم 3؟ الميزة هنا ان ده قربنا لفوريير ترانسفورم. الفورم دي قربتنا لفوريير ترانسفورم. ليه بقى؟ انت في حالة لما يكون في سميشن، في حالة الديسكريت، في حالة الكونتينوس بعمل ايه؟ بعمل انتجريشن. خلي بالك فورم 1 وفورم 2 اي نعم سميشن بس جزئين، ده لوحده اهو، في نوت اهو لوحده، وده سم. فما ينفعش اقول ايه حول السم ده لانتجريشن. ليه؟ لان في حاجه يعني زائد حاجه مش معرفه معاهم يعني كسم. ولكن هنا عندك السم اهو، لما اجي بقى احول ده لكونتينوس احوله ايه؟ يبقى انتجريشن. وديا الفورم بتاعت ايه؟ ده اهو ده تاني الفورم بتاع فورير سيريز اهي، بص زي ما قلنا ده فورير سيريز، ده اللي احنا عمالين نتكلم فيه دلوقتي فورير سيريز اهي. فورير ترانسفورم بقى يجي من دي ان انا احوله لانتجريشن. فورير ترانسفورم اصبح ان هو انتجريشن. انا لو بصيت لدي وبصيت لدي هتلاقي هي بس ايه انتجريشن، واصبح ان هي كونتينوس بدل ديسكريت. حد فاهم حاجه؟ طب حد مش فاهم؟ طب انا عندي سؤال وعليه ضربه. انا دلوقتي قلت كونتينوس وديسكريت، حد يوضح لي ايه هو كونتينوس ايه هو ديسكريت هنا؟ هنا بتكلم على ديسكريت سيجنال. ما حدش سألني بقول ديسكريت ليه يعني. حد يقول وياخد درجة؟ كونتينيوس يا دكتور بيبقى عشان نقدر نعمل تكامل، بيبقى ليه فاليو في كل وقت. يعني انا دلوقتي بتكلم على discrete signal مش ولا continuous. فورير ترانسفورم continuous. طب انا ما انا عمال اقول discrete ليه يعني. انا مش عارف فين الديسكريت هنا. يرى السعيد معايا ولا انا الصوت كان بيقطع؟ انا مع حضرتك بس انا الصوت بيقطع عندي الانترنت وحش. طب هي الديسكريت اللي بتكلم عنها دي عبارة عن ايه؟ طيب شكرا حسن، كنت عايز تقول حاجة؟ كنت اقول ان مفيش ديسكريت هنا في السلايد دي. طب انا لما قعدت اقول ديسكريت ما حدش ادى كومنت خالص يعني. الوجيا ايوه دكتور الديسكريت، لان انا بعمل لها سامبلينج، فانا مش باخد السيجنال، هي السيجنال نفسها مستمره في التايم بس انا مش باخدها كلها، انا بسامبل يعني باخد الفاليو بتاع السيجنال، باخد الامبليتيود بتاعها في يعني في انترفال تايم، كل انترفال تايم بدي يعني بديتكت السيجنال قد ايه، فبتطلع لي ديسكريت لان انا مش باخدها كونتينوس لكن انا بعملها سامبلينج. طب ده هنا فورير ترانسفورم ولا هنا فورير سيريز؟ هنا هتبقى فورير ترانسفورم. في دي هتبقى ترانسفورم. في دي يعني الفورير ترانسفورم دي لا، ساعتها مش هحتاج اعمل انتجريشن لو انا عندي ديسكريت. طيب فين هعملها ديسكريشن؟ فين هنا ديسكريت؟ في فورير ترانسفورم ولا فورير سيريز؟
لا مش عارف. طيب هو الديسكريت هنا مين؟ الفريكونسي. الفانكشن دي اكس اوف كي دي ديسكريت ولا كونتينوس؟ ديسكريت. ديسكريت. يبقى انا لما بقول ديسكريت، لما بقول هنا سوميشن ده في حاله الديسكريت هيبقى انتجريشن في حاله الكونتينوس. انا بتكلم السوميشن هنا صام على ايه؟ صام على تايم ولا صام على فريكوانسي؟ اه فريكوانسي. ده صام على فريكوانسي. ده هو الانتجريشن. ده الانتجريشن ده على تايم ولا على فريكوانسي؟ تايم. انا بشاور عليهم على فريكوانسي برضه. ادو اه انتجريشن على فريكوانسي. الترانسفورميشن اهو الريبريزنتيشن ده هنا كتبت اكس اوف ايه؟ اكس اوف جي اوميجا. دي كونتينوس ولا ديسكريت؟ دي كونتينوس. كونتينوس. بص بقى هرجع للفوريير سيريز. انا معلش بسويتش ما بين الاثنين والاثنين شبه بعض شويه. اهو هنا فوريير سيريز اكس اوف كي ده ديسكريت ولا كونتينوس؟ ديسكريت. ديسكريت. وعشان كده عملت صام هنا. يبقى انا لما بقول لما من شويه لما قلت ديسكريت وصام وكونتينوس وانتجريشن انا كده بتكلم على الدومين الثاني بقى اللي هو الفريكوانس دومين. التايم دومين الاثنين كونتينوس بس الفرق واحده بروجيك واحده لا. في الفريكوانس دومين الفوريير سيريز بيديني ديسكريت سيجنال في فريكوانس. خلاص. وفوريير ترانسفورمر بيديني كونتينوس سيجنال في فريكوانس. اهو عشان كده هنا اكس اوف كي. فلما اجي ارسم السيجنال هنا بقى مع ايه؟ مع الفريكونسي اف. ماشي. لما اجي ارسم هرسم مع الكي خلي بالك واقول هنا اكس اوف كي. طبعا انت رسمت الكلام ده في كورس السيجنالز. ادي الكي وادي اكس اوف كي. بس لما تمام الكي دي كومبلكس ولا رير؟ الكي دي اكس الكي دي كومبلكس ولا رير؟ كومبلكس طبعا. ما فاكرين احنا جبناها ازاي هنا؟ فكينا اهو فكينا الكوزاين بايد زوار جي اوميجا فاتنا ان سي كي اوفر 2 السي كي ده كونس ريال ايد زوار جي فاي. يبقى الاكس اوف كي ده كومبلكس. دي فاي كي على فكره. دي معلش هنا دي فاي كي. فاي كي كل ده فاي كي اللي انا عملته عشان انت لاحظه عارف لما دي خليتها فاي كي ودي خليتها فاي كي. دي خليتها فاي كي اللي هي ماشي. طيب فهنا اصبح ان ان الاكس اوف كي ده كومبلكس. فبالتالي عشان ارسمها هرسم امبليتيود لوحده والفيز لوحده. وادي الزيرو وادي كي ايكوالز 1 ادي كي ايكوالز 2 كي ايكوالز 3 وهنا k equals minus 1 minus 2 وكذلك ايه الفيز ادي 1 و 2 و 3 minus 1 minus 2 وهكذا. فبالتالي الفيز بقى طبعا هناخده ما بين minus pi ل pi. الفيز بقى ممكن يبقى اي قيمة. وهنا وده ليه ايه اي قيمة. انا مش هحط قيم محددة. احط قيم اهي وهنا ايه الفيز يكون لاي قيمه من 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 ماينس باي لباي. وبرضك في الجزء النيجاتيف اهو بيكون ليه قيم. ماشي. طيب في حاله الكونتينوس برسم بقى ايه؟ برسم اكس وجي اوميجا برضه كامبليتود وكفيز مع الاوميجا
طبعا برضه كفيز بيكون ما بين الماينس باي لباي، بس بيبقى شكله كونتينوس. يعني مثلا سيجنال زي كده اهي، سوري، طالما امبليتيود يبقى ما ينفعش نيجاتيف، فبيبقى ليها شكل هيبقى ليها شكل معين اهو كده كامبليتيود، وكفيز ممكن ياخد بقى اي فيز. واضح ولا مش واضح؟ في حد عنده اي سؤال؟ طب انا هاجي هنا في ال هاجي هنا في ال في ال في فوريير سيريز هسألكوا سؤالين. هي ديسكريتة. أول سؤال، قيمة السيجنال عند ال K equals نص بكام؟ undefined. undefined بالظبط. يبقى X of نص then undefined. فهمت بقى يعني ايه discrete signal؟ يعني مفيش حاجة اسمها frequency نص اوميجا. فالديسكريت سيجنال بتبقى undefined، يعني فعلا undefined، مش مجازا كده نقول مش زيرو وخلاص، لا هي مش زيرو لانها فعلا undefined، ملهاش معنى، ملهاش قيمة. طيب ده أول سؤال. السؤال الثاني، ومين اللي قال undefined؟ طيب ماشي، فكرني اديك درجه بونص في لما نخلص، وبرده درجه بونص ثانيه للي يقول فين الفريكونسي. هنا انا راسم اكس اوف كي مع كي كامبليتود وفيز، فين الفريكونسي هنا؟ فين الفريكونسي؟ ولا احنا خلاص ما بقاش في فريكونسي هنا؟ فين الفريكونسي هنا؟ مش احنا بنحول من تايم دومين لفريكونسي دومين؟ فين الفريكونسي؟ الفريكونسي اوميجا هو في الحقيقة كي اوميجا نود، اللي هو الحتة دي على بعضها اهي، او طبعا لو اف بالهيرتز طبعا ده بالريديان بالسكند، واف هنا كي اف نوت اللي هو بالهيرتز، هو ده الفريكونس اهو. ليه بقى فاهمين يعني ايه ديسكريت؟ معلش هرجع لحاجة خدناها في المحاضرة النهاردة الأولى ونيجي هنا تاني. لما أقول continuous time و discrete time، دي اللي احنا خدناها في المحاضرة الأولى، continuous time و discrete time يعني ايه 1 و 2 و x of n ده معناها ايه؟ حد فاهمها ولا لأ؟ هل ده تايم؟ يعني برسم سيجنال مع تايم ولا برسم سيجنال مع رقم وخلاص؟ ده هنا اكس اوف تي اهي، كنت في حاله الكونتينوس برسم اكس اوف تي مع التايم. هنا بقى برسم ايه؟
برسم اكس اكس اوف ان مع الان، ايه هي الان دي؟ يعني دي سيجنال في التايم ولا لا؟ يعني ما يقولك ايه قارن ابل بابل مش ابل باورنج، يعني مثلا هنا كونتينوس تايم وديسكريت تايم، هي ديسكريت تايم خلاص، يعني ده تايم ماشي فاهمينه، ده تايم اه لا مش تايم، بس ما اعرفش هو ايه بالظبط. طيب حد حد يقدر يبريدكت كده ديفينيشن للان دي؟ بيبقى مثلا كل تايم معين بياخد سامبل. يعني انت قريب بس هي مش سامبل، يعني هي السيجنال بطبيعتها، يعني انت شو لما شفت فورير سيريز، فورير سيريز الفريكونسيز خدنا سامبلز في الفريكونسي ولا هي بطبيعتها ديسكريت؟ هي ديسكريت. هي بطبيعتها ديسكريت، فبالتالي يعني انت كلامك مظبوط، ف هديك درجة. هو مين تاني دي درجة؟ أنا يا دكتور. اه احمد وخليل وعبد الله. كان في حد تاني درجة النهاردة؟ طيب فبالتالي هنا لما اقول اكس اوف ان مع ذا فانكشن اوف ان، انا بقصد هنا ببساطه خالص ان التايم ده، ان في كونست تايم تي نوت ماشي، وانا بقول ان بدل ما اقعد اكتب اكس اكس اكس، شوف بقى انا عامل ايه، هعملها براكت عادي بقى اوف ان تي نوت. خلي بالك هنا انا ايه غيرت البراكت هنا، دي مش دي كده يعني ايه كفانكشن في التايم، حولتها لديسكريت سيجنال واقول اكس اوف ان، وانا عارف بقى ايه ان كل واحد من دول كل يعني يونت هي عباره عن ستيب اوف تي نوت اهو، يبقى دي انا عباره عن تايم بس انا يعني عشان هو ستيب كام ثابته، فبدل ما اكتب تي نوت 2 تي نوت 3 تي نوت 4 تي نوت وهكذا، بكتب 1 و 2 و 3 وانا عارف ان هي الستيب بتاعتها ايه تي نوت. اتفهم دي هنا؟ ها؟ تمام يا دكتور. ولو في اي سؤال نيجي بقى للفورير سيريز. اهو فورير سيريز اهي، فبدل ما اقول سوري يو نو، بدل ما اقول نفس الحكايه، بدل ما اقول اوميجا نود 2 اوميجا نود 3 اوميجا نود، فعلى طول بدل ما ارسم مع ما فين ال 1 اوميجا نود وال 2 اوميجا نود وال 3 اوميجا نود اهي، 1 اوميجا نود اهي، حط كيب 1 حط كيب 2، بدل ما اكتب ما ارسم مع كي اوميجا نود، فعلى طول برسم مع ايه 1 و 2 و 3 اكس اوف كي، فالكي دي اساسا هي بتريبريزنت الفريكونسي، بس قيمه الفريكونسي بكام كراديان بير سكند او هرتز، هي كي اوميجا نوت او كي اف نوت. خلاص فهمت بقى كنت بقول ليه ديسكريت وكونتينوس، فهي فريكونسي دومين ديسكريت واضح، وفورير ترانسفورم في فريكونسي دومين كونتينوس. طب حد عنده اي سؤال لغايه كده؟ طيب هو في هنا بقى الاثنين دول، انا ككورس هنا هسكيب الاثنين دول علشان يعني احنا مش هنتكلم في الكورس هنا على الديسكريت تايم، فانا دي مش هتكلم عنها كديسكريت تايم، ودي مش هتكلم عنها كديسكريت تايم، ديسكريت تايم فورير سيريز وديسكريت تايم فورير ترانسفورم.
في الاخر التابل دي اكيد انتوا شفتوا حاجه شبيهه ليها، ادي فورير سيريز اهو وادي فورير ترانسفورم. ده فورير ترانسفورم وده فورير ترانسفورم ماينس 1 اللي هو الانفرس بتاعه يعني. طيب هنا فين فورير سيريز؟ ده فورير سيريز، فين انفرس فورير سيريز؟ يبقى الفورير ترانسفورم يعني ده فورير ترانسفورم الايكويشن دي، والايكويشن دي انفرس فورير ترانسفورم. هنا دي الايكويشن دي هي فورير سيريز، اهي فين انفرس فورير سيريز؟ هتبقى الايكويشن اللي موجوده في اللي هي الاكس جي اوميجا بتساوي اي دي انفرس فورير سيريز انفرس اي. يعني ايه فورير ترانسفورم؟ يعني بيكون عندي سيجنال في التايم دومين اهي بحولها للفريكوينس دومين، عشان كده يبقى عندي سيجنال في التايم دومين بحولها للفريكوينس دومين، يبقى ده فورير سيريز. الانفرس فورير ترانسفورم، الانفرس فورير ترانسفورم ان عندي سيجنال في الفريكوينس دومين بحولها للتايم دومين. وعشان كده انت بتكتب ايه اكس اوف تي، وهنا ايه الترانسفورميشن بتاعها هو اكس اوف جي اوميجا بدبل ارو. هنا بقى في الفورير سيريز عندي سيجنال اكس اوف تي اهي بحولها للفريكوينس دومين اللي هو اكس اوف كي. اللي فوق ده هنا عندي السيجنال بقى اكس اوف كي ده الفريكوينس دومين اهو، اكس اوف كي ده الفريكوينس دومين، بحولها ل التايم دومين. بس علشان السيجنال هنا في الفريكوينس دومين ديسكريت فهو سميشن مش انتجريشن، ففورم 1 وفورم 2 وفورم 3 بتوع فورير اللي خدناهم من شويه ده في الحقيقه انفرس فورير، انفرس فورير مش الفورير، انفرس فورير سيريز. واضح ولا في حد عنده سؤال؟ طيب احنا طبعا خدنا جزء نظري يعني يعتبر مش قليل، بس ان شاء الله هنحل عليه برضك بحيث نبقى فاهمينه يعني. لكن انا اهم حاجه الفيزيكال مينينج والكونسبت دي تكون معروفه اكتر من الايكويشن نفسها. طيب اخر جزء هناخده ان شاء الله النهارده اللي هو الباور كالكوليشن. الباور كالكوليشن هنا ازاي احسب الباور؟ انا ممكن احسب الباور كتايم دومين، ومن الفريكوينس دومين برضه. التايم دومين الباور لو انا عندي سيجنال اكس اوف تي يبقى الباور بي اوف تي دون ايكوالز اكس سكوير اوف تي دي انستنتينيوس باور. خلاص لو انا عاوز الافريج في ايكوالز 1 اوفر اي تي الانتجريشن على تي واعتبر التايم ده اكس اوف تي سكوير دي تي. لو انا عاوز الافريج من ماينس انفينيتي لانفينيتي هعمله طبعا من احط ماينس تي على 2 لتي على 2 علشان اخد الليميت لما تي تندس تو بي انفينيتي.
خلاص، وده شفناه برضك قبل كده. ولو بريودك، لو بريودك هيبقى 1 اوفر تي الانتجريشن على تي بتاع اكس سكوير اوف تي دي تي. حد مش فاهم حاجه اللي انا كتبتها دي؟ احنا اتكلمنا عنها في المحاضره الاولى، بس حد مش فاهم حاجه منها؟ لما قلنا هنا ان نعم تمام يا دكتور، لما قلنا هنا السيجنال بيريودك يبقى الافريج على بيريود واحد، والافريج على اتنين بيريود، هو افريج على ميد بيريود، فبالتالي ده الافريج. ده كده الباور كتايم دومين. كفريكوينسي دومين بقى احسب الباور ازاي؟ عشان احسبها كفريكوينسي دومين بتكون عندي سيجنال فورير سيريز او فورير ترانسفورم. انا هاخد اكزامبل بس ايه عشان نوضحها. لو انا عندي سيجنال عباره عن ايه كوزاين اوميجا تي، احسب الباور بتاعتها ازاي؟ خلي بالك ان دي كده فورير سيريز، يعني دي تعتبرها هي هارمونيك واحده. خلاص، فبالتالي يبقى انا عندي الباور هنا اللي هي الار ام اس ده، هنقول ان هو هنحسبها الباور في 1 اوفر تي الانتجريشن على تي بتاع كوزاين سكوير اوميجا تي دي تي، فاصبح ان هو الافريج دون هيبقى هنفك الكوزاين سكوير ب 1 بلس نص كوزاين معلش القلم ما كتبش هنا كويس. اتنين اوميجا نوت اوميجا تي دي تي، فطبعا هنا ده هيبقى بزيرو لان هي دي بريودك. ويبقى الوان اللي قلت لكم عليها قبل كده بيقابلنا كتير في الكوميونيكيشن سيستم بيحل لنا مشاكل. خلاص، فالباور هنا ده طبعا كونستنت، فهيبقى ايكوالز 1 اوفر 2 تي، والانتجريشن ده بتاع كونستنت بتي من 0 لتي اللي هو هيدينا سوري في هنا ايه، هنا في ايه، هنا في ايه سكوير طبعا، فاصبح ان هو بيساوي ايه سكوير على الاثنين. اهو يبقى لو يكون عندي كل كوزاين، انا ليه ركزت على الكوزاين دي؟ لان هو فورير سيريز عباره عن مجموعه كوزاينز، يعني كوزاين اوميجا 2 اوميجا 3 اوميجا وهكذا، فبالتالي كل كوزاين الباور اللي فيها اي سكوير على 2. ماشي، طيب ده كده لو انا استخدمت فورم 1 وفورم 2 بتوع فورير سيريز. لو انا استخدمت فورم 3 بقى اللي هي الكومبلكس، الكومبلكس عمل ايه؟ انا دي اسمها اكس اوف تي، اكس اوف تي اهي. الكومبلكس عمل ايه؟ الكومبلكس قال ان اكس اوف تي نفكها من الاول اي اوفر 2 اي تو ذا باور جي اوميجا تي بلس اي تو ذا باور ماينس جي اوميجا تي. ده بيمثل الدبل سايد ريبريزنتيشن. طيب لو انا خدت اول ترم ده، لو انا خدت اول ترم ده وحبيت احسب الباور اللي فيه لوحده، هقول ايه؟ الانتجريشن بتاع الترم ده a over 2 e to the power j اوميجا تي دي تي. طبعا هنا بناخد ابسولوت فال لان باور سكيلر مش كومبلكس. خلاص، دي تي
على بيريود كامل من 0 لتي. ده هيطلع بكام؟ حد يقدر يقول ياخد درجة؟ هي طبعا واضحة يعني. أحد يقدر يقول وياخد درجة؟ أنا عارف يعني النهاردة ممكن يكون ركزنا على كونسبت كتيرة، عمر هشام عمر طب زياد أشرف معلش يا دكتور قطع عندي بس ممكن حتى ايه تاني معلش زياد عمر الانتجريشن ده بيساوي كام؟ ده دكتور A over 2 E بار J أوميجا T هيبقى J أوميجا تحت و A over 2 وحط الـ exponential جنبه تاني حضرتك إن ده سكوير حضرتك إحنا خدنا الـ absolute value تمام إحنا خدنا الـ absolute value لما تاخد الـ absolute value إيه اللي يحصل في H زبار J أوميجا؟ H بار G أوميجا فيكتور الامبليتود بتاعه بكام؟ تختفي هتبقى ب1 ب1 يبقى لما اخد الابسوليت فاليو هيبقى ده ب1 هيبقى A over 2 كل باور كل سكوير بالظبط كده هيبقى A over 2 A over 2 سكوير اللي هو A سكوير على 4 طيب الترم ده هيديني ايه؟ زيه صح؟ يبقى الباور هنا بتساوي كام؟ دي الباور يبقى الباور هنا بتساوي كام؟ ها؟ A سكوير على 4 بلس A سكوير على 4 اللي هي التانية دي هيديني A سكوير على 2 ايوه قارن دي بقى بدي لازم تبقى ايه هي طب ايه الفرق ايه اللي انا عملته هنا انا حسبت الباور من الكوزين كسينجل سايد ريبريزنتيشن انا عندي ايه فاكرين فوريير معلش هرجع كده اوريكم حاجه هنا فورم 2 اهي ده سينجل سايد ريبريزنتيشن سينجل سايد يعني ليه الفريكوانسي كلها واخدها في البوزيتيف كي ايكوال من 1 لانفينيتي كوزين كي اوميجا نوت تي بلس 5 فبالتالي يبقى انا كده عندي 1 و 2 و 3 ما عنديش نيجاتيف خلاص بس الفانكشن نفسها ان ذا فورم اوف كوزين فالباور اللي هنا هي سي سكوير على 2 ماشي الفورم الثالثه اصبح عندي سم من ماينس انفينيتي لانفينيتي فاكس اوف كي احنا قلنا كده دي هي بتمثل الفريكوانسي فده دبل سايد ريبريزنتيشن عشان كده لما جينا نرسمه هنا رسمنا كي من ماينس انفينيتي لانفينيتي دي الفورم الثالثه الفورم الثانيه ما كانش في حاجه في النيجاتيف انا ما رسمتهاش بس لو هترسمها ما فيش حاجه في النيجاتيف وبالتالي هنا يبقى عندك ده دبل سايد ريبريزنتيشن خلاص اللي احنا عملناه هنا بقى اللي عملناه هنا بيقول ايه حد يقدر يلخصه كده
بيقول الاتي: ان انا لو عندي السيجنال ريبريزنتد بفوريير ريبريزنتيشن ب سم اوف كوزاين فانكشنز، فانا هاخد الباور هي عباره عن اي سكوير على الاثنين بتاعت كل كومبوننت. ماشي. لو انا عندي الريبريزنتيشن دبل سايد ريبريزنتيشن ككومبلكس فانكشن، هاخد الفانكشن سكوير على طول. ماشي. طيب خلينا ناخد كده اكزامبل وهنخلص ان شاء الله. لو انا عندي اكس اوف تي equals 5 cosine 100t plus 3 cosine 200t plus 30 او plus pi plus 30 degrees. الباور هنا بكام؟ خمسة سكوير على اثنين plus ثلاثة سكوير على اثنين. بالضبط. خمسة سكوير على اثنين plus ثري سكوير على اثنين. ده اللي هو 25 على اثنين 12 ونص، ودي 4.5 يبقى 17 17 وات. طيب هناخد نفس المثال ده بس كدبل سايد، دبل سايد ريبريزنتيشن. Representation. أنا ليه بقول double side representation هنا؟ علشان هناخد double side modulation قدام، ولكن هنا دي double side representation. فده هنا ده الفريكونسي بقى هنتعامل معها كفريكونسي. هنا بقى دون خلي بالك، أنا هتعامل مع فريكونسي بقى. ماشي. يبقى 100 over pi و 200 over pi، لأن الأوميجا 2 pi. ماشي. لأن دي لأن دي كده الأوميجا equal to pi f. فأنا راسم هنا مع ال f. هنتعود من أول دلوقتي نرسم مع ال f. ماشي. وهنتعود نرسمها إن هي continuous يعني، ففي impulse يعني. فهنا دي بكام؟ لما نرسمها دبل سايد ريبريزنتيشن وهنا ماينس 100 اوفر 2 باي، وهنا ماينس 200 اوفر 2 باي. طبعا غير كده بزيرو. السيجنال هنا بقى موجودة فين؟ احط هنا طبعا عشان افكها ككومبلكس، كل كوزاين افكها بايه؟ نص اي تو ذا باور جي اوميجا واي تو ذا باور ماينس جي اوميجا. خلاص. فهيدينا هنا 5 على 2، هيدينا هنا او 5 اوفر 2، وهنا 5 اوفر 2، وهنا 3 اوفر 2، وهنا 3 اوفر 2. فالباور هنا بتساوي كام بقى؟ احسبها على طول 3 over 2 square، اللي هي دي، والتانية جنبها اهي
ما بقسمش على الاثنين هنا. ثري فايف فايف اوفر تو سكوير بلس الاثنين التانيين فايف اوفر تو سكوير بلس ثري اوفر تو سكوير، اللي هي الفايف دي اللي هي دي والثري دي هي. دول بكام بقى؟ حد يحسبهم كده؟ حد يحسبهم وهننهي خلاص على كده. سبعتاشر برضه. طبعا هنا هنعتبر ان هي 17 وات برضه. يبقى انت كده لما نيجي نحسب الباور، لو انا عندي دبل سايد ريبريزنتيشن باخد القيمه دي على طول سكوير، لو عندي سنجل سايد ريبريزنتيشن يبقى باخد الامبليتود بتاعت الكوزين فانكشن او الساين ويبقى واقسم على الاثنين 5 سكوير على الاثنين. في حد عنده اي سؤال؟ طيب في بس انا عايز انا قلت دي اخيره بس حاجه بسيطه ثانيه و هخلص على كده، اللي هي فورير سيريز وفورير ترانسفورم. احنا قلنا هنا مش هتعامل مع ديسكريت، فهل ممكن ان انا اعتبر دي كونتينوس؟ هل دي ممكن اعتبر ان دي كونتينوس فانكشن واتعامل معاها كونتينوس فانكشن بدل ديسكريت؟ في الحقيقه لان كل كوزاين قلنا هنفكها بإي تو ذا باور جي اوميجا وإي تو ذا باور ماينس جي اوميجا، فهي في الحاله دي هنا هتبقى دي هتبقى كانها كونتينوس فانكشن بامبلس، دي كانها امبلس يعني. خلاص يعني فروم ناو اون لما يكون عندنا فريكوينسي زي كده مش هنرسمه كديسكريت فانكشن ولكن هنرسمه كونتينوس امبلس، وتبقى السيجنال في هنا زيرو، مش هتبقى انديفايند بقى، هتبقى في زيرو. ليه بقى؟ لان انا ممكن يعني عندي ميكس ما بين يعني بيريودك سيجنال ونون بيريودك سيجنال جمعتهم على بعض في التايم دومين. في فريكوينس دومين هتعامل معاهم ازاي؟ البيريودك هتديني ديسكريت والنون بيريودك هتديني كونتينوس، فبالتالي المور جنرال هي الكونتينوس، فبالتالي بس هاجي هنا واخلي دي امبلس بارو كده. خلاص فدي هنشوفها ان شاء الله ونبقى فاميليار بيها بعد كده، ولكن انا كده خلصت. لو ما كانش حد عنده اسئله ممكن ننهي الكول، بس اللي هم ليهم بونس ممكن بس اخد اساميهم وخلاص. طب انا هستوب ريكوردينج و